كتير مع هالانطلاقة المميزة والحلوة مع سانكوب كواير نبدأ حلقة جديدة من ميوزيكل مثل ما وعدناكم رح تكون مميزة مع هالأصوات الشابة. صباح الخير غسان. صباح الخير لك لي وللمشاهدين. دايما الكورال بتعطي انطباع جديد للأغنية لأنه مجموعة أصوات عم بتغني كأنها صوت واحد. صحيح شيك؟ صحيح أكيد. هلأ الحلو بتعرف بالكورال اللي خاصة وتكون عم يشتغل الشيء اللي بنسميه بوليفونيك يعني تعدد أصوات, لأنه في كورالات اللي بتبقى منها بروفيشنال بتشتغل صوت واحد يعني كلهم بيغنوا نفس الصوت. بقى مع سانكوب كواير طبعا عطول في ريشيرش انه يعملوا مش بس بوليفونيك يعني حتى هذا ستيل اللي عم بيغنوه هلا اللي بسموه كونترابونتيك اللي هو بنفس الوقت في عندك اصوات عم تلحق بعضها مش بس مع بعضها يعني خلينا نقول عموديا يعني حتى افقيا عم يلحقوا بعضهم. هذا الشيء اللي بنسميه كونترابونتيك. هون اكيد لابد موجه تحيه للموزع اللي هو جهاد زيدان. هالأغنية الرائعة اللي من أعمال زكي نصيف اللي مثل ما كنت عم نحكي تحت الهواء أنا وياك قد ايه فيها سحر هالغنية وقد ايه ما بتشبه شيء عن جد روعة. بقى تحية لكم سانكوب كواير وهالدقة بالشغل لأنه تعرف هيك نوع كتابة إذا واحد ما نفذها 100% مثل ما لازم ببين دغري ببين الغرض. يعني بفهم منك غسان أنه اليوم الأغنية يعاد كتابتها موسيقيا لحتى تتأدى بمجموعة أصوات. بالضبط بالضبط يعني يعاد توزيعا مثل ما نقول هالكلمة المتداولة اللي هي يعاد توزيعا. هلا الأغنية اللي بعدها اللي رح نسمعها اليوم رح يكون كتير منوع ريبرتوار فعلا يعني رح نبلش باللبناني ونروح لهلا لبناني سبيسيال تاني أغنية بعدين رح نروح للأجنبي. تاني أغنية رح نسمعها هي لداليدا. أغنية فعلا كتير غالية علينا نحن لأنه تعرف داليدا قصتها مع لبنان قصة كتير طويلة يعني بلشت تجي على لبنان سنة 1957 أول مرة ومن وقتها بلشت تقريبا كل سنة ونص تجي كل سنة ونص تجي تعمل زيارة للبنان. صار عندها تعلق بشكل فظيع بهذا البلد. أول حفلة أدتها هي كانت بسينما دنيا ببيروت سنة 1958. رجعت طبعا قدمت عدة حفلات لحد سنة 73. يعني كانت خلينا نقول شوي مميزة هذه الحفلة اللي عملتها. والحلو بالموضوع أنه كانت فيروز حاضرة بأول رانجي في الصورة الشهيرة اللي جمعته بالضبط. بقى وقت تجي فيروز تهنيها بالكوليس بتقلا داليدا أنا شرف كبير لإلك أنت تكوني موجودة وقد ما رهبة حضورك كبيرة. نسيت كثير من الكلمات بقى ما تبخزيني إذا خربطت بالكلمات. بقى رجعت عملت لها خلينا نقول ردت لها الزيارة وقت فيروز قدمت حفلتها الشهيرة بالأولمبيا سنة 78. بقى رجعت داليدا هي كانت موجودة بأورانجي بس فيروز ما نسيت كلمات هذا الشيء منيح بالموضوع. هلا مثل ما قلت لك علاقة فعلا داليدا بلبنان كانت كثير مميزة وبقيت لحد سنة 84 تزور لبنان وتعمل حفلات يعني عملت بالسامرلاند عملت بكازينو لبنان ببيت ميري يعني حتى بتخبر هي إنه بحفلتها ببيت ميري كانوا عم يسمعوا الأزايف ببيروت وهي عم بتغني ببيت ميري كانت بس كانت مصرة تقول إنه أنا مع اللبنانية بالحرب وبالسلم بالأوقات الحلوة والأوقات البشعة بحياتهم وهيدي الغنية عملتها بالحرب اللبنانية اسمها لبنان وما ما خصت غير بلدان بهالأسلوب بالغناء وبهالكلام يلي هو هالقد بسيط بالزبط. وهالقد بيوصل بالزبط. وشو هالخسارة الكبيرة للفن لأنه ما بعتقد في حدا بيأدي مثلها على المسرح هالمرة ما بتتكرر دفنك. يعني بطريقة أدائها لأغنية وكيف بتوصل الفكرة وكيف بتوصل كل كلمة
ما في مثلها ايه مدرسه داليدا فعلا مدرسه. وبتعرف في ناس جربوا يقلدوها بس ما قربوا لانه هي كاركتيرها الكاريزما تبعها والطريقه الايماج اللي شفناها فيها لداليدا. لانه بتعرف الي انه داليدا كانت هي تخرج الكليباتها يعني كيف على المسرح وقت تبع كليب يعني خلينا نقول صاروا كليب بس على المسرح شو تبعها هي كانت تعمل له اخراجه. دونك هي خلطه بكملها باكج داليدا بقى من هيك صعب كتير تتكرر بدون ادنى شك. بقى تحية كبيرة لروحه ونحن مش من زمان عملنا حلقة تكريمية لها أكيد. بقى هلا رح نسمع لبنان اللي هي كمان من توزيع جهاد زيدان ومع سانكوب كواير وبقيادة كريستال ديب اللي منوجه لها تحية كبيرة. يعني هالغنية بتختصر كل شيء والحب وين ما كان منه مثل لبنان بسمة حلا لبنان. إن شاء الله هالبلد يبقى بسمة حلا رغم كل الصعوبات يلي قلنا بعتقد من السبعينات عم نعاني منها ويلي كانت شرارتها بالحرب اللبنانية وبهالنهار يلي بيحمل اعتداء إسرائيلي سافر جديد على أرضنا. ما فينا غير ما نقول انه ان شاء الله الايام اللي جايه تكون احسن وما تبشر باي اخبار سيئه لهالبلد اللي تعب مش هيك؟ كثير فعلا الي. وبتعرفي يعني كل يوم في عنا قصه هيك بتخليك يمكن شوي تخلينا نكون محبطين بس نحن دورنا انه على طول نجرب نزيد جمال على هالبلد ونعطي تفاؤل. هيدا قدرنا بهذا البلد يعني من زمان وجاي يعني حتى قبل السبعينات. بقى هلا رح نروح على غير مطرح كليا اللي رح نروح على نبلش بريبرتوار الاجنبي. رح هلا رح نسمع دوات شالو طبعا اللي هي هيت كبير كانت سنة 2018 من الموفي ستارز بورن. واكيد يعني ليدي غاغا اللي فعلا انجزت عمل كتير كبير بهالاغنيه وبنتذكر كتير هالدوات بينه وبين برادلي كوبر. بقى قبل ما نتابع غسان مع هالاغنيه في بريك بس مع الاخبار خلينا نروح على لايف كفرج جديد او تغطيه مباشره ونرجع.
حلو كثير، شكرا على هالديو الرومانسي الحلو. غسان، نحن رح نجرب قبل النقل المباشر للقدس الالهي يقطع كمان قد ما فينا اغاني. شو رح نسمع اغنيه اللي هي فيفا لا فيدا للكولد بلاي. طبعا هي اكبر هيت عملوه هيدي هالبريتش روك باند. الحلو فيها إلي هي الرابط بين هالأغنية وبين الثورات الفرنسية، يعني الثورتين الفرنسيتين اللي هي بتتمثل خلينا نقول بعدة نقاط. أولا اللي هي بقلب الكليب بتشوف البينتينج تبع أوجين دو لاكوا اللي هي لا ليبرتي غيدون لو بوبل، الشهيره جدا كل الناس بتعرفها هيدي. وبلاس في عده قصص، يعني وقت بتشوف باولها نوع الموسيقى اللي بالانترودكشن هي نوع الموسيقى اللي كانت تعزف بالقرن 18 بالكور دو فرانس، يعني ايام لوي 16. في عنا حتى بالكلمات، اذا واحد بيلاحظ الكلمات بيسمعهم مزبوط كمان بيسمع انه في كتير قصص لها علاقه بلوي 16 بوقتها. بقى اكيد فينا نفوت كتير بتفاصيل، بس خلينا بس قبل ما يدهمنا الوقت رح نسمع هلا الاغنيه فيفا لا فيدا للكولد بلاي، يعني اغنيه ولا اروع من هيك لكم. سينكوب كواير. I used to rule the world, seas would rise when I gave the world. Now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eye, listen as the ground would sing. Now the old king is dead, long live the king, one minute.